نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نظمت قافلة تنموية شاملة لأهالي العياط بمنطقة الجيزة. عملت القافلة على تطوير ورفع كفاءة عدد من المنازل ودور العبادة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية قافلة تنموية شاملة بقرى مركز العياط بمحافظة الجيزة. احنا النهاردة عندنا 4 أسقف لبيتين وعندنا 6 وصلات مية. احنا دلوقتي شغالين بأسقف خشب عروق وورق بعاشق ومعشوق. يعتبر نازلين النهاردة ميزانية 60,000 جنيه خشب ومية بس. السقف بيكلف حوالي 12,000 ووصلت المياه حوالي 5,000. نازلين متطوعين عشان نقدر نسقف كل الحاجة ونوصل المياه. جايين نوزع النهاردة مجموعة الأجهزة 25 جهاز في مشروع تغطية 700 أسرة. هدفنا إن احنا نغطي أكتر من 700 أسرة في خلال 9 شهور. موجودين في قرية كفر حميد بالعياط بنقدم كذا خدمة النهاردة. عندنا إن شاء الله عيني توزيع أجهزة كهربائية. عندنا مجددون تنظيف مساجد وعندنا براعم دي بتبقى يعني مختصة بالأطفال الصغيرين. عندنا محو أمية وعندنا رعاية مسنين وعندنا أسقف وصلات. خدمات القافلة التي تنوعت بين محو الأمية وتوزيع الأجهزة الكهربائية ورعاية المسنين وإعادة إعمار المنازل ومد وصلات المياه والأنشطة الترفيهية للأطفال تركت كلها أثرا إيجابيا على أهالي المنطقة. والله هم جم لوحديهم بس وجم شافوا البيت وقاسوه وروحوا جايبين العرش. كنت وصلت في التعليم وانا بنت لحد سنه رابعه، فرحت ما جبتش حاجه رحت قعدت. فجيت لما اتجوزت وجبت اولادي وبقى يروحوا حضانات وكده واجي اذاكر لهم مش عارفه. فاول ما سمعت عن النحو الاميه من جيراني فحاولت ان انا اقدم ووصلت لهم. احنا جايين هنا نتعلم وما نكسبش ولا نسرق ونصلي وما نضربش حد ولا نزعل اللي اكبر منه ونسمع كلام بابا وماما ونسمع كلام الأستاذ والأستاذة. احنا بنتعلم حاجة جديدة، يعني بنتعلم ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نصلي على النبي وازاي وما نكذبش وما نسرقش. قافلة جمعية رسالة لأهالي العياط تأتي كجزء من جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية التي تستمر لدعم الفئات المستحقة في كل ربوع مصر.